تحت الإمام الحسين عليه السلام الفضائية. مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، حياكم الله، ونحن نتواصل وإياكم عن الحب وعلى الود وحلقات برنامج فرحة السيدة الزهراء سلام الله عليها. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى، وسنتوقف في محطة هذا اليوم عن موضوع مهمة ولها علاقة أيضا بموضوع فرحة السيدة الزهراء سلام الله عليها. السعادة، ما هي السعادة؟ كيف تعرف السعادة؟ وكيف أيضا للإنسان أن يكون سعيد في هذه الدنيا؟ وما هي المفاهيم التي تنطبق على السعادة، أو ما هو مفهوم السعادة؟ مرة أخرى نتوجه لكم بأسماء آيات التهاني والتبريكات بفرحة السيدة الزهراء سلام الله عليها. نبعث هذه التهاني وهذه التبريكات إلى مقام صاحب العصر والزمان، قائد الأمة الإسلامية الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء. وأيضا نبارك لكل مراجع الدين العظام وكل دعاة الإنسانية في العالم، وأيضا أرحب بضيفي وأبارك له أيضا هذه المناسبة، الباحث الإسلامي وخطيب المنبر الحسيني فضيلة الشيخ جواد الإبراهيمي. حياك الله، أهلا وسهلا بك، ومبارك أيضا علينا وعليك فرحة المشاهدين الكرام بحق الزهراء عليه السلام. حياك الله فضيلة الشيخ. يعني بالحلقات السابقة تكلمنا، قلنا أنه فرحة السيدة الزهراء فيها عدة مضامين وفيها عدة مناسبات. نعم، يعني هلاك الطاغية، ولادة الرسول الأعظم عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين أفضل تحية وسلام، زواج النبي من خديجة، زواج النبي، هلاك أيضا الطاغية يزيد بن معاوية عليه لعن الله، وعمر بن سعد، يعني وعمر بن سعد أيضا. اليوم أكو مناسبة خاصة يعني من خلال هذه المناسبات اللي استعرضتها حضرتك في حلقة سابقة، يعني أكو خاصة اليوم؟ أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك وما أحصاه كتابك. نعم، في مثل هذا اليوم مناسبة مفرحة للزهراء ولشيعة الزهراء ولكل الفاطميين أينما كانوا، ألا وهي هلاك الطاغية يزيد لعنة الله عليه. قد هلك في 14 من شهر ربيع الأول من عام 62 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله، يعني وما عاش بعد سيد الشهداء عليه السلام إلا سنتين. بل ويزيد اللعين كل عمر النحس كان 37 سنة. وهناك واحدة من أهم الأمور، كيف هلك يزيد عليه اللعنة؟ ذكر أصحاب السير وأرباب التاريخ والمقاتل على أنه دائما للمظلوم هناك حق عند الله، فكيف بسيد المظلومين وسيد الشهداء صلوات الله عليه؟ أن اللعين بعد واقعة الحرة في القضية المعروفة ابتلي بمرض ولم يعرف أي طبيب وأي حكيم مرضه، فكيف يشخص له الدواء إذا لا يعرفون مرضه؟ طيب، واسود حتى صار كالقير نص العبارة، وحير أمره الأطباء وأخذ يستدعي الأطباء من كل حدب وصوب في سبيل أن يعرف مرضه، إلى أن استقر الحال على طبيب نصراني مسيحي، وكان ذاك الطبيب وكما عندنا في العلوم الدينية قبل، يعني في الأيام السالفة كان بعض طلبة العلوم الدينية يدرسون الطب في ضمن علوم الحوزة بالنتيجة، فهو كان طبيبا وراهب دين، يعني هم رجل دين مسيحي وقس، وبنفس الوقت هو كان حكيما وطبيبا، وكان من أقوى الأطباء. فلما فحص يزيد عليه اللعنة لم يصل إلى نتيجة، إلى أن آل الأمر قال علي بقطعة من اللحم، فجاءوه بقطعة من اللحم، ثم قطع القطعة إلى قطع صغيرة وشدها في خيط، ثم قال ليزيد اللعين افتح فمك، ففتح اللعين يزيد فمه، فأدلى وأنزل الحكيم قطعة اللحم أو قطع اللحم مشدودة بالخيط في فم يزيد عليه اللعنة، وشيئا فشيئا حتى استقرت في جوفه، ثم صبر عليها هنيئة وأخرجها بعد ذلك، ولكن لما أخرجها رأى العقارب قد أحاطت باللحم من كل جانب، وهذا مرض غريب وعجيب في الداخل، يعني في داخل في جوفه في معدته في داخل بطنه. فقال لي يزيد اللعين، قال له الطبيب، قال أصدقني القول،
أنا طبيبك بالنتيجة، إذا تكذب علي لا أستطيع أن أشخص مرضك ولا أستطيع أن أصف لك الدواء المناسب. أصدق القول، أقتلت نبيا أم وصي نبي؟ فقال اللعين لقد قتلت وأمرت بقتل وصي النبي. قال من؟ قال الحسين بن علي ابن بنت نبي الإسلام صلى الله عليه وآله. فهنا قال له النصراني أعلم أن هذا المرض لا دواء له. الله. وقد صدق قول عيسى عليه السلام باعتبارهم مسيح، وصل إليهم أنه واحدة من شارات وما يكرم الله به المظلوم على الظالم من الأنبياء والأوصياء أن يكون هذا المرض في جوف الظالم القاتل للنبي أو الوصي، وبالنتيجة هذا المرض لا دواء له. فهذا دليل على أن سيد الشهداء وصي. أكيد. لما أصيب ترى في الأشياء بأضدادها، لما أصيب اللعين يزيد بهذا المرض دليل على أن سيد الشهداء وصي، على أثرها استسلم هذا القس النصراني. طيب يعني حتى في آخر هلاك يزيد عليه اللعنة كان دعوة الحسين موجود. أحسنت. وبعد أن عرف مرضه قال له أعلم أن هذا المرض لا دواء له، وأنك لا تعيش إلا إلى أيام معدودة لا تتجاوز 3 أو 4 أشهر. هنا يزيد اللعين حاول أن يشغل وقته بالصيد والسياحة وأمثال ذلك، إلى أن في مثل هذا اليوم خرق 14 من شهر ربيع الأول عام 62 أو 63، هناك اختلاف عند المؤرخين. كان قد خرج إلى الصيد لصيد الغزلان الجبلية ومعه جماعته، وكان فرسه من أقوى الأفراس، طبعا هذا أمر طبيعي، فلحق غزالا جبليا حتى يشغل نفسه ويلهي نفسه. طيب. عن واقع حاله، حتى انفرد يزيد اللعين عن الأصحاب الذين تبعوه من بني أمية عليهم اللعنة، وابتعد الفرس، والغزال الجبلي عادة صعب أن يصاد لأنه يقفز من صخرة إلى صخرة والفرس لا يستطيع أن يصعد الجبال كالغزال. بالنتيجة فارتقى الجبل يزيد وراء الغزال وجماعته بقوا يعني بمسافة بعيدة وراءه، حتى وصل إلى موضع من الجبل لم يصطد الغزال ولم يستطع فرسه أن يستمر لأنه خارت قواه، أقدامه غدت لا تحمله، وهو أيضا عطش، سلام الله على العطشان صلوات الله على الحسين. فأخذ يبحث عن الماء، وإذا يرى عينا عين ماء في الجبل، وعندها شخص قد اتكأ بقرابه ليشرب الماء، عند سيف متكئ على القراب. فوقف يزيد على رأس الرجل وقال يا هذا قم واسقني، يعني لا سلام ولا كلام، وعادة الظالمين هذه. قال لم يعبأ به الشارب لأنه لم يسلم عليه. طيب. فلم يعطيه وجهه ولم يهتم به. طيب. قال من أنت كي أسقيك؟ قال ويحك أنا يزيد بن معاوية. وإذا بالرجل كان من شيعة أبي عبد الله عليه السلام وانفرد بيزيد، شوف التوفيق يعني. فقال له أنت قاتل مولانا الحسين عليه السلام؟ فهو قيام عن العين، هو امتشاط للحسام، وهي ضربة ليزيد في آن واحد. يزيد اللعين لم يكن متهيئا ولم يكن يتوقع يعني أن يضرب من قبل الرجل، فلما رأى لمعان السيف رمى نفسه عن الفرس فوقع إلى الجهة الثانية، وبقيت قدمه معلقة بركاب من الفرس. استاذ العزيز، السيف لا يقف في الهواء، يأخذ مجراه الطبيعي في الهبوط. طيب. فنزل السيف على ظهر الفرس فجرح الفرس. فلما جرح ولا هاربا، وبقى يزيد يضرب بالصخور والفرس مجروح، إلى أن لما عاد الفرس إلى أصحاب يزيد وإلى القصر لم يبقى من يزيد إلا القدم، تقطع بالصخور إربا إربا، ولذلك إلى الآن لا يوجد قبر ليزيد عليه اللعنة. وفي مثل هذا اليوم كان هلاكه لعنة الله عليه وعلى من شايعه وبايعه وتبعه وعلى من لا يرضى بلعنه، وهذا الأمر قطعا من أسباب فرحة الزهراء. أكيد. صلوات الله عليها. بل يعني مو فقط من أسباب فرحة الزهراء، بل هو درس لكل العالم، لكل من يشاهدنا الآن في هذه اللحظة. يزيد بن معاوية الذي قتل ذلك الرجل الذي كان يستنصر في ذلك اليوم يعني. وقال هل الناصر ينصرنا اليوم؟ هذا هو مقامه، وهذه القبة الشاهقة عارف. وهذا موقع أخيه أبي الفضل عباس ويزيد بن معاوية وهكذا طغاة بن عباس في مزابل التاريخ. أين هارون اللا رشيد؟ أكيد يعني هم كلهم في
في يعني في مزابل التاريخ، بينما بقيت هذه القبب تناطح السحاب وبقيت شاهقة وبقيت هي رموز لله، وهذه البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أحسنت فضيلة الشيخ على هذه المعلومة الجميلة والمعلومة المهمة أيضا. المعلومة الثانية أنه في مثل هذا اليوم، وقيل في اليوم الثاني لا بد من الإشارة كإشارة، وصل النبي صلى الله عليه وآله سالما إلى المدينة بعد هجرته من مكة، وأسلفنا أنه التاريخ الهجري غير، عمر هو الذي غيره، أما نحن في روايات النبي هاجر واحد ربيع الأول ووصل سالما إلى المدينة لأنهم تبعوه في قضية المبيت ليلة الهجرة من عيسام تعرف، وأرسلوا خلفه جماعة فكان في خطر صلى الله عليه وآله. ففي مثل هذا اليوم أو اليوم الماضي على أكثر المؤرخين وصل النبي صلى الله عليه وآله سالما، وقضية دعوا الناقة فإنها مأمورة، ودخل إلى داره وليست بدار أبي أيوب الأنصاري، هي دار النبي التي أبقى له ملك اليمن في قضية مفصلة لا أريد يعني حتى لا يأخذنا تفصيلات المواضيع الكثيرة جدا، خلي أرجع مرة ثانية إلى مفهوم السعادة. نعم. وما أجمل ما أجملها من سعادة أننا نتحدث اليوم ونحن فرحين في يوم يعني يوم كان عصيا على الإسلام، ونتحدث في بقعة من بقاع الجنة في كربلاء، هذه المدينة التي حدثت فيها تلك المعركة التاريخية المهمة التي قتل على أثرها أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. وما إن يعني ما إن دارت الأيام حتى أنجبت هذه الأرض هذه القبب وقامت بتقطيع ذلك الجسد الملعون. السعادة فضل نعم. الشيخ مفهوم السعادة قبل أن ندخل إلى تفاصيلها، نعم، كيف نعرف أو كيف تعرف السعادة؟ وهنالك أيضا ربط بالمناسبة بالسعادة بالإمام الحسين، يعني راح أجي لك بعد صلوات الله. السعادة السعادة لأنها موضوع مهم حاول كل أهل الفنون أن يعطون تعريفا لها، يعني كل أهل الفن من علماء النفس لأنها تخصهم، علماء الأخلاق تخصهم، طيب الحكماء تخصهم، الفقهاء تخصهم، لأنها وردت في القرآن وهي مفردة قرآنية، يعني في الآية 108 من سورة هود المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. طيب. وفي الآية 105 من سورة هود أيضا، يوم لا تكلم نفس إلا بإذنه فشقي وسعيد. يعني نفس القرآن تعرض إلى مفردة السعادة، ولو كانت القضية السعادة تتحدث في القرآن عن سعادة يوم القيامة وهو الأهم في ذلك، لأن الدنيا فانية. طيب. لكن تقريبا من أهم التعابير التي يفهمها الكل ما ذكر عند أهل الحكمة وعند غيرهم، أن السعادة هي الانسجام التام بين العقل والقلب والجوارح، لطيف، الراحة المطبق مطبقة على كل هذه النشآت الإنسانية. يعني الإنسان ظاهرا وباطنا في اطمئنان، ظاهرا وباطنا في دعة وراحة، هذا اللي يعبر عنه نعم بالسعادة. ولذلك تجد في رواياتنا الشريفة أنه ذكرت رواياتنا الشريفة لسعادة أبعاد وإمارات وعلامات. طيب. مولانا حتى وصل الحديث عند أهل البيت عليهم السلام وأكثر من معصوم، يعني مو بس معصوم واحد صلوات الله تعرض إلى ذكر السعادة، تصل أحاديث السعادة إلى أكثر من 50 حديثا عندنا في روايات أهل البيت عليهم السلام، ابتداء من رسول الله صلى الله عليه وآله وبقية الأئمة الطاهرين. وأيضا وردت مفردة السعادة لأهميتها في الزيارات، يعني في زيارة الجامعة الكبيرة عن الإمام الهادي عليه السلام، سعد من والاكم وخاب من عاداكم وهلك من عاداكم، سعد من ولاكم. لذلك أفتتح الكلام برواية أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: أسعد الناس من عرف فضلنا. الإمام يتكلم عن أقصى درجات السعادة، أسعد الناس من عرف فضلنا ودعا الله تعالى بنا وأخلص حبنا وأخلص حبنا، ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: وأطاعنا فيما ندبنا إليه وانتهى عما نهينا عنه، ثم قال: فذاك منا وهو معنا في دار المقامة. أمير المؤمنين يعطي
أعلى درجات السعادة بهذه الصفات. هذه السعادة الدنيوية والأخروية المعنوية. فضيلة الشيخ خلي حتى يكون عندنا فصل بالموضوع. نعم. أكو سعادة مادية وأكو سعادة معنوية. أحسن. للإنسان السعادة نعم. المعنوية في بعض المرات تحتاج إلى محطات. مثلا صح. رواية الإمام الحسين سلام الله عليه عندما قال يعني قال تلك المقولة الشهيرة جدا نعم. لا أرى الموت لا أرى الموت إلا سعادة. إلا سعادة. في بعض الأحيان يتحول الموت إلى سعادة. أحسنت. إي يعني البعد المعنوي ربما فيه أمور وفيه محطات تختلف مع البعد المادي. أحسن. البعد المادي ربما بيت وسيارة وزوجة صالحة وأولاد نعم. وتركات من هذه نعم. الأمور تسبب السعادة، لكن في بعض المرات لا الموت يكون هو محطة سعادة لأنه السعادة. على حسن يعني على حسن ظن من ربه وعلى حسن العاقبة. الروايات الواردة مثل ما تفضلتم سماحة الأستاذ تناولت الجنبتين يعني عندنا حزمة من الروايات الشريفة أشارت إلى السعادة المعنوية، وقطعا السعادة المعنوية أهم من السعادة المادية. ممتاز. هو خلينا نبقى معان محطة محطة يعني حتى يصير خلط بالموضوع. أحسن. السعادة المعنوية. السعادة المعنوية قال يعني كيف تتحقق السعادة المعنوية وما هي السعادة المعنوية؟ قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه ترك الغل والحسد من سعادة العبد. لطيف. الغل يعني الحقد والضغينة والبغضاء والشحناء وما إلى ذلك. يعني الإمام يتكلم عن اطمئنان القلب واطمئنان النفس. لأن أكو خلاف إن هل الحسد من شيء من القلب أم شيء من النفس. أكو بحث علمي. بالنتيجة هو أمر معنوي مثل ما أشرتم. روايات أخرى تتحدث عن أهل البيت عليهم السلام أنه بعض الأمور المادية لها علاقة بنفسية الإنسان وتورثه السعادة. قال إمامنا الصادق عليه السلام من سعادة المرأة أن يكون بكرها أنثى. زين. يعني لو راح تعينها وراح تكون أما ثانية مع أنها تكون في الدار، لكن تعطي اطمئنان وسعادة لنفس المرأة وهي أم البيت. بل. تأتي أحاديث أخرى عن أهل البيت صلوات الله وسلامه تعالى عليهم أجمعين تتحدث عن أنه وهذا لابد أقوله من سعادة المرء في الدنيا هناك أشياء، لكن تعرف أنه كلام المعصوم كل عالم يجي يأخذ من هذا الكلام بعده العلمي. يعني مثلا مثل ما تفضلت الآن أكو التفاتة واي رائعة من علماء الاجتماع من سعادة المرء الدار الوسيعة والمرأة المطيعة والدابة السريعة. علماء الاجتماع من يجون إلى هذا الحديث النبوي الشريف يقولون الدار الوسيعة مو بالضرورة الدار الوسيعة من حيث المساحة. يعني أرجوك ما هي الفائدة دار وسيعة المساحة ولكن الصدور ضيقة الآفاق. ماك فائدة. لذلك يقول لك أنه إحنا نفسر هذا الكلام الدار الوسيعة الدار التي صدور أصحابها وسيعة بحيث يسع الواحد والآخر. إحنا واحد إذا أريد نقول صدره وسيع يقول صدره كالبحر نطي سعة التحمل، خصوصا نحن في هذا الزمان كل مصايب وكل فتن مو كل مشاكل. ونحن لابد أن نعلم هذه الحقيقة. لا توجد دار أستاذ الفاضل ومشاهد الكريم بلا مشكلة. يعني حتى بيوت الأنبياء صلوات الله عليهم كانت لا تخلو عن نعم المشاكل. فعلماء اجتماع يقولون الدار الوسيعة الدار التي صدور أصحابها وسيعة. يعني إذا الرجل لا يتحمل المرأة والمرأة لا تتحمل الرجل أكيد راح تكون الدار عبارة عن جهنم. أحسنتم. فلذلك تأتي مثلا وإن كان الكلام ماديا في الظاهر هذا كلامي بلي. يعني الدار الوسيعة يصور البعض مساحة وسيعة لكن التي صدور أصحابها وسيعة هذا بعد معنوي بعد. زين. فيأخذ علماء الاجتماع النص المادي يستفيدون منه من من, من قضية شنو معنوية. لأنه العلماء الاجتماع يحاولون أن يشدون المجتمع بعضا إلى بعض كما يقول الله تعالى صفا كأنهم بنيان مرصوص بالنسبة للمؤمنين والمؤمنات. زين. تأتي الروايات مثلا قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه من أراد أن يكون سعيدا يطي ثلاث أشياء. إن أردت أن تكون سعيدا فاحمد الله على كل نعمة، على كل نعمة تقول الحمد لله. وإن أبطأ عليك الرزق فاستغفر الله، وإن نزلت بك نائبة فأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. أمير يقول هذه الأذكار الثلاثة مقابل هذه الأمور الثلاثة تجعلك سعيدا.
يعني كأن السعادة هنا أستاذنا الفاضل شرعت لها بعض الأذكار كما في هذه الرواية الشريفة. هناك حكم أيضا لا يفوتني ذكرها. بعض مثلا عظماء الناس من حتى الأديان الأخرى والمعتقدات، نحن نتكلم عن السعادة عند البشرية، طيب. مو عندنا كطائفة خاصة. لا لا أكيد هو الموضوع عام. أحسن الموضوع عام. وهو من أهم المواضيع. من الحكم المعروفة أنه لا تنتظر أن تهبط السعادة عليك من السماء، إنما عليك أن تزرع السعادة في الأرض. بلي. لا تكيل السعادة إلى أمر آخر. أنت عليك أن تبادر الأمر نعم بنفسك. حكمة أخرى يذكرونها في بابها لطيفة جدا، من كان ظنه أن يسعد نفسه بجمع كل شيء فلن يحصل على السعادة من أي شيء. ممتاز. من كان ظنه أن يسعد نفسه بجمع كل شيء فلن يحصل على السعادة من أي شيء. زين. تقولوا أنه السعادة مو قضية جمع. أنا أتخطر. إذن هنا فضيلة الشيخ اسمح لي. نعم. إذن هنا قضية فهم، يعني لازم بالبداية نفهم. أحسنت. تفهم السعادة. ما هي السعادة ومن ثم تنطلقت. ولذلك أنا أول ما انطلقت قلت السعادة يعني أوضح تعبير الانسجام التام بين العقل والقلب والأعضاء والجوارح. طبعا لا يفوتني ذكرها أنه ضد السعادة الشقاوة أو التعاسة أو ما إلى ذلك. طيب. وقد ورد في الروايات كل المعنيين، يعني كل الذكرين، ذكر في السعادة وذكر في الشقاوة. احنا هسه موضوع موضوع الشقاوة بس الشقاوة لا ما لها علاقة، لا ما لها علاقة، بس اللي اقول يعني ضد السعادة. أي. ما هو اكيد اكو تضاد لها، بس اشير اشارة اذا تسمح لي. مو بعض الناس يعني احنا لعدم وضوح الصورة عندنا نفعل بعض الافعال نظن انها سعادة وهي في عينها شقاوة، وهي هاي المصيبة. يعني كيف؟ مثلا قال امامنا الصادق عن رسول الله صلى الله عليه واله، قال الشقاء والشؤم في ثلاثة، الشقاء والشؤم في ثلاثة. طيب. في المرأة والدار والجار. أما شؤم المرأة فغلاء مهرها. زين. شوف الآن هواي ناس تغل المهر. بل. يصورون أنه هذا الأمر شنو؟ يسعد بنتهم. طيب. أما رسول الله يقول هذا يشعم ويفقر. وفيه الشقاء للبنت. بل. يعني شوف القضية، إحنا نريد سعادة لكن مو على المعايير الشرعية. راح تنقلب القضية من فائدة إلى مضرة. أما المرأة فشقاؤها غلاء مهرها، وأما الدار فشقاؤها كثرة عيوبها، وأما الجار فشقاؤه أن يكون جار سوء، إن رأى منك حسنة دفنها وإن رأى منك سيئة أفشاها. فبالنتيجة بعض الأمور إنسان يفعلها قد يتصور أنه هي السعادة باجتهاد خاطئ من نفسه. ولذلك كما أسلفت أنه إحنا عندنا أكثر من يعني 50 حديث أولا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، كتاب غرر الحكم لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، تناول مولانا جوانب من السعادة عديدة. قال صلوات الله عليه، إذا اجتمع العزم والحزم فقد تمت السعادة. شوف البعد المعنوي. طيب. إذا الإنسان عنده عزيمة وعنده حزم هنا تكتمل السعادة. لماذا؟ لأنه قطعا سيذهب إلى الهدف المنشود ما دام عنده عزم وعنده حزم وإرادة حقيقية وجدية، قطعا يصل إلى الهدف نعم المنشود. روايات أخر عن أهل البيت صلوات الله عليهم تتحدث أيضا، وهذا بعد خاص معنوي لكن جدا رائع، عن مولانا باب الحوائج عليه السلام. سلام الله. يقول السعيد سعيد في بطن أمه، والشقي شقي في بطن أمه. كلام عظيم هنا. شنو يعني السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه؟ إمامنا يشير إلى أن للأب وللأم دور في سعادة الجنين وفي تعاسة الجنين. يعني أرجوك إذا الجنين يتغذى من المال الحرام شو تتوقع ايش يطلع هذا؟ يطلع شقي. أحسنت. شيخنا احنا حتى يعني ليكون فروع بالموضوع كثيرة جدا. نعم. وممكن انه يشظى يعني حتى ليش يشظى الموضوع. نعم. خلي نحصر مفهوم السعادة. نعم. يعني خلي ارجع مرة ثانية. نعم.
الأشياء تعرف بأضدادها. أحسنت. اليوم يعني بعض الناس كل من يفهم السعادة بمفهومه الخاص، يعني بعض الواحد يقول لك أنا إذا صارت عندي أموال كثيرة هي السعادة، حق للسعادة. واحد يقول لك لا، أنا مثلا عندي هدف في بالي، يعني إذا وصلت إلى المكان الفلاني راح تتحقق للسعادة. هنالك سعادة فردية وهنالك سعادة مجتمعية، وهذا ما أفرزه الإمام الحسين سلام الله عليه بقوله ما لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برهمة. يعني ما هي، كيف يوفق الإنسان بين السعادة الفردية على أن لا تؤثر هذه السعادة على سعادة المجتمع؟ يعني باصطلاح آخر أو بمعنى آخر، كيف للمجتمع والفرد أن يتناغم بسعادة تكون هذه السعادة مطلقة توفر للفرد وتوفر أيضا للمجتمع؟ للمجتمع في الروايات الشريفة أيضا أشارت روايات إلى هذا البعد. بل مثلا من سعادة المرء أن يكون خلطاؤه صالحين. زين. قال إمامنا زين العابدين، يعني أنت إذا تريد تكون سعيد لا تجالس أيا كان، لأنه على قول أمير مني عسى قل لي من قرينك أقول لك من أنت. بل وكل مقارن وكل قرين بالمقارن يطير على أشكالها تقع كما يقولون. زين. عندنا روايات أخرى تتحدث من بالنسبة للمجتمع، سواء المجتمع العام المجتمع الخاص الأسرة. طيب. من سعادة المرء أن يكون أولاده بارين به. قطعا هذه الأمور تسعد وتفرح. الأمر الآخر، من سعادة المرء الاهتمام بالجمهور. شوف وصلنا للمجتمع الآن. زين. الإنسان يكون همه ما يفرح الناس ويسعد الناس، مدرات واحد همه بس لنفسه، ومرة بس لعياله، ومرة بس البلدة، ومرة للمجتمع الإنساني ككل. طيب. ومرة لكل الخلق كرسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته. الروايات أشارت إلى النفس بمفردها، سعادة المرء نفسيا، سعادة المرء عائليا، سعادة المرء مجتمعيا خاصا في وطن أو مدينة أو مدينة. بل. وسعادة المرء في المجتمعات العامة بغض النظر عن المكان وعن الزمان، عن كل نعم البشرية. طيب. هاي الأربع أقسام كل واحد من الأقسام ورد فيه روايات. زين. في جميع هذه الأقسام. خلينا نوقف يم مفاهيمهن واحد واحد. مفاهيمهن. بس يعني نأخذ ثيمة الرواية، مثل نقول الروايات دلت على أن تكون القضية كذا وكذا، يعني مو نشرح حتى. لا ما نشرح. بس يعني الرواية. يأخذنا الوقت. يأخذنا الوقت. بل. مثلاً من سعادة المرء، هناك سعادة على تعبيرهم هي السعادة درجات مولانا. السعادة الدنيوية هي درجات. بل. أكو سعادة 1%، أكو سعادة 100%. طيب. الروايات جاءت أشارت إلى أهم السعادة، أهم درجات السعادة. جيد. مثلا رسول الله خلي المثل، خلي أخذ فاصل وحتى يعني أبقي المشاهد معانا حتى يشوف شنو هذا 1% والـ100%، يعني كيف تحقق 1% وكيف تحقق 100% أيضا. أخذ فاصل وأرجع أكمل الموضوع. مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، أسعد الله أيامكم وجعلكم من السعداء أيضا بموالاة محمد وآل محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. نتواصل معكم في حلقة هذا اليوم، لكن بعد أن نتوقف عند هذا الفاصل. أيامكم سعيدة سعيدة سعيدة، يلعبكم عقيدة عقيدة عقيدة. أيامكم سعيدة سعيدة سعيدة، يلعبكم عقيدة عقيدة عقيدة. بالهادي اهتدي أنا، بالعدل اهتدي أنا، بالهادي اهتدي أنا، بالعدل اهتدي أنا. أيامكم سعيدة، كل عام سعيدة أيام الموالي، أيام الموالي. صلي يا ربنا على أحمد والميامي، أحمد والميامي. كل عام سعيدة أيام الموالي، أيام الموالي. صلي يا ربنا على أحمد والميامي، أحمد والميامي. برسول الله لكم أسوة في المظامي، أسوة في المظامي. بعده يأتي حيدر هو خير الوصي، وخير الوصي. بالبار ونبيا ونبيا ونبيا، يبحث وصيا وصيا وصيا. آمنا ورضينا بالعترة اقتدينا، آمنا ورضينا بالعترة اقتدينا. أيامكم سعيدة، أيامكم سعيدة سعيدة سعيدة،
العدكم عقيدة 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 أيامكم سعيدة 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 يلعدكم عقيدة 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 بالهادي اهتدي أنا بالعدرة اهتدي أنا بالهادي اهتدي أنا بالعدرة اهتدي أنا أيامكم سعيدة فاطم بعد حيدر هي للكون أنوار هي للكون أنوار قد حضاها رب العلا بمعان وأسرار بمعان وأسرار فاطم بعد حيدر هي للكون أنوار هي للكون أنوار قد حضاها رب العلا بمعان وأسرار بمعان وأسرار هي شمس والمجتبى قمر وابن أقمار قمر وابن أقمار وحسين من بعده طود عز وإيثار طود عز وإيثار يطهر سلالة 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 من بيت رسالة 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 هالصف واكتفينا بالعترة اقتدينا هالصف واكتفينا بالعترة اقتدينا أيامكم سعيدة أيامكم سعيدة 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 يلعدكم عقيدة 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 أيامكم سعيدة 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 يلعدكم عقيدة 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 بالهادي اهتدي أنا بالعترة اهتدي أنا بالهادي اهتدي أنا بالعترة اهتدي أنا أيامكم سعيدة مشاهدين الكرام مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية حياكم الله مرة أخرى هقد عدنا وإياكم كي نكمل ما تركناه قبل الفاصل وموضوع حلقة هذا اليوم السعادة وما هي الأمور التي تتحقق بها هذه السعادة التي نريدها أرحب مرة أخرى بضيفي الدائم في حلقات هذا البرنامج الباحث الإسلامي وخطيب المنبر فضيلة الشيخ جواد الإبراهيم اللهم حياك الله يسعد أيامكم وحياكم الله فضيلة الشيخ قبل الفاصل تحدثنا عن مسألة مهمة جدا قلنا أكو سعادة فردية وسعادة مجتمعية هذه السعادة في بعض المرات تحقق منها 1% وفي بعض المرات تتحقق 100% يعني ما هي المعايير وكيف تتحقق هذه النسب يعني شلون نحقق 1% وشلون نحقق 100% أيضا طبعا تعرف أستاذنا الفاضل أن الإنسان في الدنيا يحتاج عدة أشياء ما ممكن أن نحصر احتياجه في بعد واحد أكيد لكن الروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام سلام الله عليه أني جمعت خير الدنيا والآخرة لرجل قال فيما قال بالمرأة الصالحة لطيف يعبر عن المرأة الصالحة خير الدنيا والآخرة فهاي السعادة قطعا أقوى وأعلى ومن أهم درجات السعادة طبعا أنا أتكلم في البعد العادي الآن شوية نتعالى زين في الروايات الشريفة أسعد الناس من كان على يقين من أمر أهل البيت عليهم السلام بل مولانا تصل الحالة أنه وهي قمة السعادة كلما ينزل بساحته من لأواء لم يزدد إلا حبا لآل محمد عليهم السلام سلام الله من جد من 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 شدة رسوخ الإيمان ومن هنا يقول أمير المؤمنين عليه السلام ما أعظم سعادة ما أعظم سعادة من سعادة أحد بوشر قلبه ببرد اليقين لطيف يعني احنا عندنا بالقرآن علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين أميرني شرع البعد الذي لم يذكر في القرآن وهو أعلى منهن هسه ما عندي مجال أبين شنو الفروقات بين الأربعة طيب فتجي الروايات أنه الإنسان في هذه الحياة نحن طب اعتبار بغيبة الإمام الحجة صلوات الله عليه ونحن في فتن نحتاج إلى السعادة ما هي سعادتنا سعادتنا أن نقوي العلاقة مع بقية الله عجل الله تعالى فرجه شون زينب صلوات الله نقتدي بها لما تسأل من قبل اللعين ابن مرجانة يقول لها ماذا رأيتي وكيف رأيتي فعل الله قالت لها ما رأيت إلا جميلة مع أنه هي ماذا رأت ماذا رأت هل هناك مصيبة أعظم مصيبة الحسين السلام لكن لأجل الحسين عليه السلام يهون كل شيء احنا لو فهمنا هاي البعد النفسي على مستوى الاجتماعي وعلى المستوى الفردي والأسري والعالم الشيعي على أن السعادة الحقيقية هي إحياء
أمر أهل البيت والإمام الحجة عليه السلام بكل شعائر الفاطمية والمهدوية والحسينية والحسنية والمحمدية والحيدرية وما إلى ذلك. ثق نحن في أوج السعادة، والإنسان إذا سعدت نفسه وكملت إلى هذا المستوى بعد لا يبالي، لا يبالي وقع الموت عليه أم هو الذي وقع على الموت كما يقولون. يعني أفهم من كلامك الآن أكو فصل، يعني هذه السعادة، السعادة الدنيوية سواء كانت مادية أو معنوية، أو معنوية، هي تمهد لسعادة أهم منها، سعادة غيبية. أحسنتم. السعادة الغيبية هي اللي لذلك تجي الروايات مثلا، وحتى على مستوى السعادة يعني رواية قال للإمام الصادق عيسى أحدهم: من أسعد الناس بظهوره؟ بل إذن هناك سعيد وهناك أسعد. ها؟ قال: أسعد الناس بظهوره أهل الكوفة والعراق، سيكون العراق عاصمة للإمام الحجة عليه السلام. ولذلك أنت تلاحظ حتى يعني على مستوى الطبيعي، إنسان إذا يومية يزور الإمام الحجة عليه السلام، إنسان إذا يومية يقرأ لسلامة الإمام الحجة عليه السلام، وبالنتيجة نحن عندنا، ما أريد أدخل هذا الباب لأنه وقت ما عندي، نحن عندنا مولانا أكثر من 50 تكليفا تجاه الإمام الحجة التي تورث حقيقة السعادة عند الإنسان، حتى ألف علماؤنا كتب منها الذي يريد أن يستفيد ويسأل عنه في المكتبات، وأعتقد موجود وظيفة الأنام في زمن غيبة الإمام، أو مكيال مكارم للإمام الحجة القائد. خلينا نخلي موضوع حجة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأن فيه سعادة للعالم. أحسنت. يعني خلينا أجل هذا إن شاء الله بكرة إذا إن شاء الله مجال. إن شاء الله أريد أدخل إلى موضوع آخر وجدا مهم، هو في السعادة. نعم. وورد عن إمام المعصوم سلام الله على الإمام الحسين سلام الله عليه. الله عليه. الموت، يعني كيف يكون الموت سعادة عند الإنسان؟ أولا نحن في الرواية الشريفة: موتوا قبل أن تموتوا. كيف يعني؟ يعني هو مولانا الموت برزخ بين الدنيا والآخرة، الموت حد فاصل. بل فتأتي الروايات أنه نعم نحن لا ننكر اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا كما قال أميرني عليه، وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. لكن الآن بطبيعة الإنسان نحن لماذا نخاف من الموت؟ سيد الشهداء هو يذهب إلى الموت نعم بنفسه، الزهراء ونحن في فرحة الزهراء عليه السلام، رسول الله في آخر لحظة من حياته أسرها شيئا فتبسمت الزهراء عليه السلام، فلما سئلت قالوا يا فاطمة لماذا تبسمت؟ قالت: بشرني أني أول أهل بيته لحوقا به. تبتسم للموت فاطمة عليه السلام. إحنا الناس كبشر يبتسمون للموت لو يتشامون للموت. بل فضيلة الشيخ خلي أوضح لك بعد، يعني إذا تسمح لي، أنا مو هذا القصد. أعرف أنا الإمام الحسين عندما قال الموت وضع تضادا للموت، قال هنالك موت سعادة وهنالك حياة برمة، يعني الحياة مع الظالمين. يعني هذا الخلطة، يعني كيف للإنسان أن يقوم بفكر الرموز اليوم بحياتنا اليومية؟ نعم. هنالك أيديولوجيات سياسية كثيرة في البلاد وفي البلاد الإسلامية وفي العالم كله. يعني الظالم، محاربة الظالم، هل هي نوع من أنواع السعادة؟ الركوع إلى الظالم، الخنوع إلى الظالم، الاستجابة للظالم، مقاومة الظالم، يعني هذه الأمور عندما أرادها الإمام الحسين سلام الله عليه هي أمور دنيوية أخروية لها علاقة بالآخرة. طبعا يعني لا يعرف ما هو ها هناك إلا بما ها هنا. لطيف. قال أمير يعني هذه الخلطة اللي أفرزها الإمام الحسين سلام الله عليه، بحيث وجد أو أوجد تضادين: حياة مع ظالمين، وهنالك بالجهة الأخرى موت، وقال نعم. أفضل هذا الموت، هذا الموت هو سعادة على هذه الحياة. أحسنت. يعني هذا شلون نفهمه؟ أنا هذا قصدي، مو قصدي على الموت نعم. والبرزخ نعم. وتفاصيل نعم. الباقية. هذا إذا ممكن. أولا علينا أن ننطلق من هذا المنطلق، نحن مخلوقون لما بعد الموت. طيب. إحنا أساسا ما مخلوقين إلى الدنيا وانتهى كل شيء، كما قال أميرنا عليه السلام: خلقتم للبقاء لا للفناء. فنحن سائرون إلى ذاك العالم الذي لابد أن نأتيه. طيب. سيد الشهداء لما يتكلم عن الموت اللي هو خاتمة حياة، طبعا أنا كمعلومة يعني سيد الشهداء يقول: لا أرى الموت إلا سعادة. طبعا إحنا لا نعتقد أن سيد الشهداء والمعصوم، لأن قضية عقائدية، أنه يموت كما نموت نحن، ولا في زيارة سيد الشهداء نحن نخاطبه: أشهد أنك قتلت ولم تمت، بل برجاء حياتك حيت قلوب شيعتك. السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين
حياة هالعين وحياتي تموت. سيد الشهداء يقول أنه أنا موت في عز خير من حياة في ذل. أحسنت. هو هاي القضية زين. أنه الإنسان يموت على بصيرة من دينه ولا يعصي ربه ويكون حرا في حياته ولا يتجاوز على حقوق الآخرين ولا يخرج من الدنيا معبئا ومحملا بخطايا وآثام ارتكبها في حقوق الآخرين. هو هاي السعادة أنه يطلع ويخرج من الدنيا نقيا. سيد الشهداء صلوات الله عليه بالنسبة لموته أعاد الإسلام طريا. أي سعادة أكبر من أن يعود الدين طريا؟ الدين مات في زمان بني أمية. سيد الشهداء أعاده كما كان في عهد النبي وإلا, وإلا, وإلا في حياة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه الدين عند بني أمية مات. وهذا القضية واضحة عند ذي عينين وعند ذي قلب طاهر. طيب. أما اللي ما يليق بل هذا قلب مريض و... احنا ما لنا علاقة. هاي الخزعبلات الخطاب ليس لهم. أحسن. فسيد الشهداء لا أرى الموت إلا سعادة. أي سعادة أكبر من أن يعاد دين محمد صلى الله عليه وآله؟ وهي واحدة من معاني حسين مني وأنا من حسين. ثانيا المعنى الأرقى لا أرى الموت إلا سعادة. هل السعادة تموت؟ فالحسين باق. يقول هذا الموت اللي تتصورون أنتم أنه فناء أنا عندي بقاء بدليل أني أبقى سعيدا ما دام أخرج الناس من الظلمات إلى النور. وهذا ما بينه في خطاب آخر لسيد الشهداء عليه السلام قال حتى في شأن أنصاره صلوات الله عليهم الإمام صلوات الله عليه يقول خط الموت على ابن آدم مخط القلادة على جيد الفتاة. أرجوك مخط القلادة يعني شنو؟ يعني زينة زين. هي الفتاة متى تضع القلادة على جيدها على صدرها؟ عند الزينة. سيد الشهداء عند الموت زينة. يعني هذا يناغم قضية السعادة. الموت زينة مع من؟ مع ظالمين؟ زينة على رسوخ المبدأ وثبات العقيدة وعدم الركون للظالم. طيب. وأني لا أني لا أقر إقرار العبيد لا أفر فرارا العبيد. الإمام الحسين صلوات الله عليه الدين قام بالحسين صلوات الله وسلامه عليه. طيب. فلما يقول لا أرى الموت ولذلك تجي روايات أنه ما زاره إلا من سعد من الناس. يعني البعد الفكري الذي أراده الإمام الحسين سلام الله عليه للأمة بمفهوم السعادة للأمة وللخلق أن الإنسان عندما يكون حرا في التفكير حرا في الاختيار حرا في حياته اليومية حرا في وفق طبعا مو حر مطلق وفق ضوابط ووفق معطيات ضابط الفطرة والفكر السليم. ممتاز أحسنت. في قبالة أنه تحفظ حقك وتعطي للمجتمع أيضا حق. نعم. يعني اليوم الحرية كثير من الناس ما يفهم الحرية يتصور أن الحرية مطلقة لكن هي ممكن لكن هي إذا هو إطلاق إذا الحرية اعتداء على حريات الآخر. ممتاز. يعني أنت مثل ما تريد حريتك عليك أن تحفظ حريات الباقين. فما بشي اسمه مطلق. من خلال الحرية يعني عودة مرة أخرى للسعادة. نعم. نعم. يعني السعادة هي أن يكون الإنسان حرا في 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 عقله حرا في عائلته حرا في تفكيره حرا في دينه حرا في يتصرف تصرفا نبيلا يسعد نفسه وعياله والمجتمع ولا يؤثر على سعادة الآخرين. زين. يعني بنتيجة واحدة من شؤون المرء والإسلام والمسلم بشكل عام أن يحب لغيره ما يحبه لنفسه كما قال صلى الله عليه وآله المسلم من سلم الناس من لسانه ويده كما قال صلى الله عليه وآله. فإذا هو معتدي أي سعادة هذه؟ الروايات تتحدث أنه السعادة مو قضية مادية ونعم الماديات إحدى الكوامل وإحدى يعني الأمور التي أشارت إليها الروايات لكن مو هي الغاية ولا النهاية. يعني شوف أستاذنا الفاضل أنا مثل مثال بلي بلي مولانا إحنا عندنا فرق بين الغاية وبين الهدف. هاي المفهوم لأن مختلط عند الناس ما يعرفوا الناس. شوف مولانا أنا غايتي أعبر من هذا الصوب النهر إلى ذاك الصوب. هاي غايتي لكن هذا مو هدفي. هدفي يبدأ بعد العبور. طيب. أكو نقطة لابد أصلها. الغاية أن أنتقل من عالم إلى عالم. الروايات تأتي تتحدث على أنه بعض الأمور التي يأتي بها الإنسان أو يمكن أن يوفق لجمعها في هذه الحياة تمثل غاية يوصل من خلالها إلى ذاك الصوب لكن هذا مو الهدف. الهدف يبقى هو قرارة النفس
الهدف هو يبقى حسن العاقبة. ممتاز. الهدف جميل. يبقى رضا الله تبارك وتعالى. جميل. جميل. وما جميل. إلى ذلك. جميل. إذن هنا أرجع لعبارة أخرى في حياة في خطابات ولافتات الإمام الحسين سلام الله عليه. علي. عندما قال لا أفر منكم فرار العبيد ولا أعطيكم. لا أقر لكم. لا أقر لكم. نعم. إقرار العبيد. إقرار العبيد. نعم. ولا أعطيكم إعطاء بيدي إعطاء الذليل. إذن هنا الذلة والعبودية. نعم. يعني هي تقف بالضد من السعادة طبعا. يعني بمعنى آخر اليوم طبعا. ليه يتصور البعض أنه هو مثلا عنده سيارة وعنده بيت أنه سعيد لكن فكرة مؤطر أحسنت ومحدود ومحدود ولا يستطيع أن يقول قول الحق بوجه الظالمين أحسنت وأيضا الطاعة طاعة الطواغيت طبعا يقول القول بوجه الظالمين مع شروط التقية لأن نؤمن بالتقية زين. حتى ما نطلع عن دائرة أحكام أهل البيت بلي بلي بلي. بشرطها ونعم شروطها وإلا الكلام غير كلام يصير طيب. لكن أريد أقول أنه مثل ما تفضلتم أنه هل هذه المعطيات المادية هذه المعطيات المادية هي سبب السعادة زين الشرع تعرف أستاذنا يعني على تعبير الروايات أنه نأخذ من الدنيا البلغة يعني إحنا ما مخلوقين للدنيا أخذ اللي يعني شلون نقول يكفيك طيب. ولا أرجوك أرجوك هاي الرواية لما نذكرها عن النبي صلى الله عليه وآله ونحن في أيام ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وقريبون على ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله اللي رسول الله صلى الله عليه وآله بعظمته لما ينزل إسرافيل وهو نافخ الصور جبرائيل يخاف كان عند النبي يكون عصير يلصق بالنبي خائف من الموت اللي سيشهد يقول لا أرى الموت إلا سعادة رسول الله يشوف جبرائيل قال كسر صار كسر كالعصفور قال يا جبرائيل ماذا بك قال له خائف قال منين خائف قال له إسرافيل لا يتحرك وهو حاجب الرب إسرافيل أعلى من جبرائيل شفت أتحرك أخاف أنه اللي ينفخ بالصور خاف أموت جبرائيل يخاف من قضية الموت فينزل إسرافيل يقول له هاي السعادة حقيقية هاي أنه ينزل يقول له إن الله رسول الله صلى الله عليه وآله بل. يقول له يا رسول الله إن الله إن رسول الله ثلاثة أيام لم يأكل شيئا ثلاثة أيام ما دخل جوفه شيئا حتى شد حجر المجاعة على بطنه صلى الله عليه وآله لطيف. وينزل إسرافيل يقول له إن الله تعالى يقول أعطيك ملك سليمان وأكثر من سليمان على أن لا ينقص من قدرك شيء عندنا مقامك هو يقول له رسول الله هاي السعادة قال له وما بعد ذلك يسأله واحد غيره الطيني النبي دائما العاقل يفرض الاحتمال الأخير قال له وما بعد ذلك قال له الموت قال له إذا لا أريد طيب أجوع فأصبر وأشبع فأشكر سعادتي في الدارين لطيف كيف تتحقق سعادة الفرد؟ خلنا نجيهن واحدة واحدة. عندنا فرد وعندنا مجتمع وعندنا نعم. عندنا فرد وعندنا أسرة وعندنا مجتمع. نعم. الفرد. الفرد بالروايات الشريفة البعد المعنوي قلنا أهم من البعد زين. المادي. ولذلك جاءت رواية تتحدث عن. شيخنا إحنا خلينا نشرحها للمشاهد الكريم نعم. وللفرد بصورة عامة. نعم. البعدين يعني البعد المادي والبعد المعنوي. قلنا إحنا السعادة هي الانسجام التام والتوافق الأتم بين العقلي والقلبي والجوارح. لطيف. هذا من حيث المفهوم السعادة زين شو نفهم هنا المشاهد شو نفهم أي أمر يجي يورث صحة التفكير وأن يكون صاحب العقل والإنسان هذا في مأمن من, من, من مخاطر الحياة زين. ولا يكون هو ضررا بنفسه على غيره هذه صحة كما يقول إمامنا الحسن عليه السلام عجبت لمن يتفكر في مأكوله كيف لا يتفكر في معقوله يعني أنا لو جيبوا لي أكل الآن ها وبي احتمال سم امد ايده عليه لا اكيد ها فيقول الامام انت اكلك اذا تسمع او احتمال السم انت مد ايدك عليه فشلون تجيب اي عقائد فاسده ذول الان مغسولين عقليا وغيرهم يجي يفجر نفسه ها العقول المغسوله اللي يتغدون خلي بعقلك انت كون اذا على الدنيا اللي البدن يفنى انت حذر كون على العقل الباقي انت اكثر حذرا واكثر حيطه على هذا الامر الروايات الشريفه تيجي تقول لك بمختصر مفيد أيها الإنسان لم تخلق للدنيا زين. فلا تأخذ منها إلا البلغة وإلا القليل لأنه أنت لك طريق وعليك أن تتزود زادا إلى هذا الطريق تجينا رأس الأعمال الأعمال الصالحة قطعا الأعمال الصالحة كما قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه أفضل السعادة البر والخيرات شوف يعني الإمام جاي ينطي شعار صلوات الله عليه أفضل السعادة الإنسان قد ما يقدر يسوي خيرات والإمام ما خصصها في بعد الإنسان زين. خلي الإنسان يعمل برا حتى للحيوان ممتاز مو؟ شيخنا احنا عندنا بس 3 دقائق
حتى لا يعني كل حلقة نقطع الحلقة بدقيقة. أيضا المجتمع، الأسرة، كيف تسعد الأسرة؟ هسه يعني قلنا الفرد بهذه الأمور الثلاثة. نعم. الأسرة، الأسرة كيف تبنى لها السعادة الشريفة؟ المرأة صالحة، الأولاد بارون، والأب يعمل على وفق تربية عياله تربية باعتبار احنا الشيعة منتظرية للإمام الحجة صلوات الله عليه، وأنهم يسيرون على وفق الأطعمة والأشربة في رواية أهل البيت، على وفق الأخلاق في روايات أهل البيت، على كل بعد في روايات أهل البيت، وهو منتظر لإمامه، عارف بإمام زمانه. طيب. هذه هي السعادة في الدنيا والآخرة. هذا بالنسبة للأسرة. المجتمع الآن المجتمع يعني خلي ننتبه. نعم. لا قضية مهمة. المجتمع يعيش بصراعات، صراعات أسرية، صراعات مجتمعية، صراعات فكرية، صراعات سياسية. يعني من خلال هاي يعني احنا بلهجتنا العراقية نقول هاي الهوسة. نعم. هاي الهوسة شلون من الممكن انه نفك رموزها ونخلي كل احنا نفك رموزها بشرط ان 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 نرجع الى اهل البيت. زين. لانه ما عندنا يعني اي واحد، انت يقول ما العرض لابد ان ينتهي الى ما بالذات. بل. يعني حلاوة كل شيء بالسكر وحلاوة السكر من ذاته. مو انت لابد ترجع الى نص معصوم لا يقبل الخطأ. رجوعنا بمقدار رجوعنا الى اهل البيت كمجتمع، ولذلك تجي روايات الشرع عنا. الشرع عنا طقوس اجتماعية، أتجلسون وتتحدثون، قراءة دعاء الندبة، دعاء كميل، زيارة الجامعة، زيارة المليون يا سيد الشهداء، هذه الأمور راح تعضد القلوب بعضا على البعض الآخر. طبعا مع المعرفة ومع ما بينه أهل البيت عليهم السلام. بل. وأنه الإنسان بالنتيجة نرجع ونقول أيها الإنسان، أنت لم تخلق إلى الدنيا، أنت مخلوق إلى عالم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تأخذ من الدنيا إلا البلغة، وبالنتيجة في حلالها حساب فكيف في حرامها، وفي حرامها عقاب. يعني حتى لو الإنسان نعم يحصل حلال مالا كثيرا يحاسب. ولذلك ورد في روايات آخر نبي يدخل الجنة سليمان عليه السلام لكثرة ملكه، مع أنه نبي ومعصوم، حتى لو يا أخي فلوس هواي، حتى لو أخي ملك هواي، بالنتيجة تحاسب على كل واحدة. يعني وسلمان لما حتى كانت هذه الاموال هي بالحلال، طبعا يحاسب في الامام الحسن، حتى لا نخوف الناس. لا في حتى الناس يعني تستمتع ايضا باموالها وبحياتها، يستمتع لكن على حلال. سلمان لما احترقت المدائن ماذا فعل؟ سلمان المحمدي. بلي. ما كان عنده غير العصا والابريق والمصلات، اخذها وصعد على التل، الناس احتارت باغراض بيوتها تحترق واحترقوا الناس، هو صعد على التل قال نجا المخفون. ومن هنا قال امير المؤمنين اعظم السعاده هي الزهاده. ممتاز. يعني وعلى ايضا على المجتمع ايضا ان يفهم انه الامور الماديه كلها زائله، وبالتالي لا تبقى الا يعني لا نقول انه لا تملك شيئا، لكن كما قال امرين لا يملكك الشيء. بلي. لكن لا تكون عبدا. لكن ان 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 هنالك مساله مهمه، لا يجب ان تكون سعاده الانسان ان تبنى على تعاسه الغير. احسنتم. يعني مو اني اخذ كل شيء والجاري او اني موظف بدائره او اني مثلا مسؤول بسلطه. أحسنتم. اخذ كل شيء واترك الرعيه بلا شيء. احسنتم. اذا مثلا انا في موظف في دائره واخلي الناس منتظرين ذاك الحرب، والله شنو عندي شغله وانا ادري بيني وبين الله انه اقدر امشي، هاي سعاده سميه يعني، هذه حسن عاقبه يعني. وهكذا في جميع الصور. بالنتيجه مولانا القضيه ترجع فطريه، والامور اذا كانت فطريه اخصم الكلام عباره واحده. استاذنا في اليوم بالدرس قال امور فطريه حتى البزونه القطه هم تعرفها. أكيد. البزونه من تاخذ لحم من المطبخ ليش تشرد لين تعرف انه انت تعرف انت ما راضي. أكيد. لكن لو انت راضي وتعطيها لحمه لا تاكل لحمه وتحس نفسها برجلك تعبر عن شكره. حتى البزونة والقط تعرف الحلال من الحرام. بل. فمعرفة الحلال وكسب الحلال والبقاء على الحلال هو هذا يمثل راحة القلب وانسجام العقل. والجوارح تكون مستقرة فيما يرضي الله وأهل البيت عليهم السلام. قطعا هذه من أفضل درجات السعادة. يعني أعتقد هذا ما يسمح بوقت البرنامج، ما عندي بعد من الوقت الأخوة في الإخراج، ما عندي بعد يعني خلاص نختم بدقيقة واحدة. نعم. بعد ان فقط دقيقه واحده من الموت، كيف نربط هذا 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 ما تفضلت به كله، السعاده الفرديه والسعاده الاسريه والسعاده المجتمعيه، بقول الامام الحسين سلام الله عليه لا ارى الموت الا سعاده والحياه مع الظالمين الا برامه. يعني سيدي الشهداء صلوات الله عليه في هذا الحديث حتى يكون ختامنا شرح. ايضا حتى يكون ختامنا بالمناسبه له علاقه بما ذكرته في بدايه الحلقه، يزيد كيف اراد ان يقوم ببناء ذلك الملك، وبالتالي كانت النهايه تعيسه جدا. والامام الحسين سلام الله عليه عندما مات بتلك يعني قتل كيفية صلوات الله عليه الان هو
يعني وهذا ليس هذه القبة كلام. وهذا المكان هو ويزيد 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 سيد الشهداء نورا على نور. بل. سيد الشهداء عليه السلام أراد سعادة للخلق أجمع، أراد المجتمعات، أراد للأسر، أراد الأفراد، أراد المسيحي، أراد المسلم، ولذلك حتى أنصاره ليسوا كلهم عرب ولا كلهم مسلمين وحتى للكبير وحضور الصغير، المرأة، قضية سيد الشهداء قضية السعادة في كل نعم أبعادها ولكل المخلوقات بشكل ممتاز. عام يريد أن يقول سير على طاعة الله، اتبعنا أهل البيت بلي. نحن عد القرآن، نحن ترجمان القرآن، أحسن. إذا أطعتنا حصلت على السعادة، ولا تركعوا للظالمين الظالمين ولا تطيع الظالمين. ختاما الباحث الإسلامي وخطيب المنبر فضيلة الشيخ جواد الإبراهيمي، شكرا جزيلا، أتمنى لك السعادة إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة. مشاهدين كرام على تحت وقتهم لسماع الكلام أهل البيت، وإن شاء الله بجاه مولانا حسين يسعد أنظارنا بالرؤية لمولانا بقية الله، أحسن. ونكون من أنصاره في الدنيا ويقضي حوائجهم ويشافي مرضاهم يا رب يا رب إن شاء الله. الشكر موصول لكم سادتي أحبتي مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، أيضا نتمنى لكم راحة في الدنيا وسعادة في الآخرة، إلى أن نلتقي بحلقة قادمة ومحطة قادمة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. الإمام الحسين عليه السلام.